برنامج استخراج الايميلات. زي ما حضرتك شايف هنا بتقدر تختار الدوله، انا هنا بستهدف دوله فرنسا. بعد كده بنضيف الكلمه المفتاحيه بتاعتنا في المربع ده، تقدر تضيف اكتر من كلمه مفتاحيه، كل كلمه في سطر لوحدها. يعني بعد كده بننزل على السطر اللي بعده ونبدا نضيف الكلمه الثانيه والثالثه وهكذا. دلوقتي بقى ركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول، عشان دول هيسهلوا عليك الاستهداف ويخلوك تستخرج ايميلات صحيحه مستهدفه للمجال بتاعك بكل سهوله. لو انت بتستهدف كلمه مفتاحيه معينه زي ما انت شايف كده، مثلا انا بستهدف كلمه مالتي سينيور، ودي باللغه الفرنسيه، ودي بمعنى التامين الصحي لكبار السن. تقدر تضيف الكلمات المفتاحيه فقط بالشكل ده، كده هو هيبدا يستخرج لك الايميلات المرتبطه بهذه الكلمه او اللي بتبحث عن هذه الكلمه باستمرار من دوله فرنسا بالكامل. طبعا الايميلات ده يا شباب هتكون عباره عن ايميلات لشركات وايميلات لاشخاص في نفس الوقت. طيب لو حضرتك عايز تستخرج ايميلات لاشخاص فقط من دوله فرنسا، فبتشوف ايه الايميلات الشائعة او الشعبية داخل دولة فرنسا. على سبيل المثال احنا هنا في مصر في عندنا الجيميل وياهو والهوت ميل، دول اكتر حاجة شعبية وتبقى موجودة مع اي شخص، مش شرط تكون شركة. فانا على سبيل المثال عايز استهدف انواع دي بس من الايميلات، فهعمل كالآتي. زي ما حضرتك شايف كده، بعد ما هضيف الكلمة المفتاحية هسيب مسافة، وبعد كده هعمل علامة تنصيص، وهكتب نوع الايميل اللي انا عايز استخرجه. ده شباب نوع من انواع الايميلات الشعبية في فرنسا، بالظبط زي الجيميل عندنا هنا او ياهو او هوت ميل. فحضرتك بتعمل زي ما انت شايف كده، بتضيف الكلمة المفتاحية وبعد كده بتسيب مسافة، وبعد كده بتفتح علامات تنصيص. داخل علامات التنصيص دي بتضيف نوع الجيميل او نوع الايميل اللي انت عايز تستخرجه، ولو عندك اكتر من نوع ايميل بتقدر تستخرجهم بنفس الطريقة. بتكرر علامات التنصيص زي ما انت شايف كده، بتسيب مسافة، وبعد كده بتفتح علامات تنصيص، بتضيف داخل علامات التنصيص نوع الايميل. طبعا هنعتبر ان هنا جيميل، هنا ياهو، هنا هوت ميل وهكذا. يا رب تكون الفكرة وصلت. وبالطريقة دي هتقدر تستخرج فقط ايميلات الاشخاص وليس الشركات. يعني طبعا انت هنا استخدمت انواع الايميلات الشعبية اللي ممكن تكون مع اي شخص، انت كده هتستخرج انواع الايميلات لاشخاص. اما الطريقة التالتة، لو حضرتك ما بتستهدفش فئة معينة من الاشخاص، يعني المجال بتاعك مش بيستهدف فئة معينة وممكن يكون بيحتاجه اي شخص، فانا في الطريقة دي بستخدم فقط نوع الايميل. يعني مثلا لو انا عايز استخرج ايميلات لاشخاص فقط وليس شركات، فاكيد هختار الايميلات الشعبية زي @gmail.com @yahoo.com @hotmail.com. وهنا انا باجي في خانة الكيورد وبضيف فقط نوع الايميل، وما بضيفش معاه اي كلمات مفتاحية، لان انا محتاج كل الايميلات من نوع جيميل مش شرط فئة معينة. طبعا الطرق بتختلف حسب استهداف حضرتك. فلو هنجرب على الطريقة دي، مثلا بعد ما اخترنا الدولة وضيفنا انواع الايميلات او الكلمات المفتاحية زي ما شفنا في الشرح، هنضغط في النهاية على سيرش من هنا وشاهد السحر. زي ما حضرتك شايف في ثواني بيتم رشق الايميلات في البرنامج، ولو لاحظت قرأت بداية الايميلات هتلاقيها كلها اشخاص وليس شركات، لان في ناس كتيره كانت بتسال على الموضوع ده، لان دايما كانوا بيكتبوا الكلمات المفتاحيه وتظهر بالاغلبيه دومينات او ايميلات شركات. زي ما حضرتك شايف في ثواني هيكون في الاف الايميلات انك تستخرجها، ولو سبت البرنامج هيستخرج مئات الالاف من الايميلات.